فيني نام هون؟ هون؟ أنا حاسس حالي كتير وحيد وماني حابب كون وحيد. أذان، أنت مانك وحيد، أنا وشايرة دائما رح نضل جنبك. بعرف، بس ما بعرف ليش في جواتي خوف غريب. أنا خايف كتير يا نور. أذان، أنا خايف من الخسارة، خايف صير لحالي. أذان، إذا أنت وشايرة تخانقتوا هذا ما بيعني إنه رح تصير. ماني حابب اخسرها يا نور، ما بقدر اخسرها لشايرة. بموت اذا شايرة ما عادت موجودة بحياتي. صدقيني انا ما فيني اعيش بعيد عنها ابدا. أذان، شايرة ما رح تروح لمكان، هي رح تضل هون ورح تضل معك ورح تبقى كل حياتها معك. شوف شو رح تعمل، رح تروح هلأ وتحكي معها. ايه؟ ألو سيجل، مرحبا، أنا آسفة عم اتصل فيك بهالوقت المتأخر. لا كل شي تمام ومنيح، ما تاكل هم، ما في شي. سيجل أنا حابة أجي لعندك وأبقى عندك كم يوم، ماشي؟ أنا رح أحجز البطاقات وأبعت لك كل التفاصيل فورا. Thank you.
يا الله، وقت اللي بيكون آسام معي بحس حالي ضعيفة، بس أنا ما بيصير أضعف أبداً، ولا بيصير إني فرق بين آزان وشايرة. مشان هيك أفضل حل إني بعد عنهم هالفترة. وين راح آزان؟ ايه عادل؟ أنا آسف كتير شايرة أني عم اتصل فيكي من عند الصبح وعم أزعجك، بس بصراحة أنا طلعت من البيت الصبح بكير لأني عم رتب موعد عشاء أنا ونور، ورح نروح سوا على السينما منشان نحضر فيلم كمان. وبدي أطلب منك طلب. في واحد اسمه راجو رح يجي ويعطيكي بطاقات للفيلم، ممكن تأخديهم منه لو سمحتي؟ ايه أكيد. وإمتى رح يجي؟ بيكون هلأ، صار على باب البيت. الصراحة أنا قلت له ما يدق الجرس. ولو سمحتي ما بدي أي حدا يعرف بالترتيبات اللي عم ساويها، لأني حابب إنها تكون مفاجأة حلوة لنور. لهيك ممكن تخلي البطاقات معك وخبيهم بالخزانة تبعي. مفتاح الخزانة تحت شرشف التخت. ماشي عادل، تمام. أذان هلأ بيكون بالحمام، خليني انهي القصة فورا قبل ما يخلص ويطلع. رن الجرس. توقيت ممتاز. هلأ ديل روبا وماشوكا بيكونوا راحوا على السوق، أما نور الحلوة فأكيد بتكون نايمة. مرحبا، أنا راجو. أهلا وسهلا. ليش رنيت الجرس؟ ما قالك عادل إنك ما ترنه؟ أنا آسف مدام. شكرا. آزان، خلصت حمام؟ آزان، آزان؟ نور؟ وين راح آزان؟ ليك عادل، أنا بعت لك كم صورة مقابل المصاري اللي بعت لي إياهم، بس إذا ما بتبعت لي المليونين ونص بأسرع وقت رح خلي كل الناس يعرفوك على حقيقتك. على حقيقته؟ شو هي الحقيقة اللي بدهم يكشفوها؟ كأنه هذا الشخص عم يبتز عادل. آزان؟ نور؟ ألو؟ ألو؟ شايرة؟ ألو؟ أنا ما عم أسمعك أبداً. عادل، أنا عم بسمعك منيح. هلأ شوي تانية وبدي أقلك. ماشي، أنا برأيي روحي على غرفتي وحاكيني منها هنيك، ما في مشكلة بالتغطية. هلأ مالي فاضي، عم دور على آزان، ببقى بتصل فيه. شايرة، أنا رح أبعتلك كم صورة من شان نور. لو سمحتي شوفيهم وخبريني أي واحدة منهم نقي. عادل شوي تانية. هلأ بترجاكي تساعديني لآخر مرة. شايرة هلأ بعد دقيقتين بحاكيكي، بترجاكي شوفي الصور واعطيني رأيك فيهم. يلا باي. أوكي ماشي، باي.
إنه أنا بحبك. عادل وطي صوتك. I love you عادل. أكيد بدك تروح لعند شايرة لتحاول توضح سوء التفاهم اللي صار بيناتكم، بس أنا ما رح خليك وما رح أسمح بهالشي أبداً يا أخي الكبير. لا، هالشي مانو مزبوط. أنا لازم شوف شايرة وأحكي معه، لازم أفهم منه، وأكيد أكيد في سوء تفاهم. مو هيك ضربتني؟ وكمان مسكتني هيك من أبتي. أوه، أنا آسف أخي، أنا أصغر منك، شلون برفع إيدي عليك؟ شو أعمل؟ بدي أتسلى شوي. هي مجرد تحماية مو أكتر. اللعب الأصلي لسه ما بلش. شايرة! أخي أزان! مدري شو صار له، ساعديني، تعالي شوفي. أزان! أزان حاكيني أزان، كيف صار هيك؟ اللي شوفي عادل، شو يلي صار معه لأزان؟ صدقيني ما بعرف، فتت لهون ولقيته هيك غايب عن الوعي. أزان! نور! نور ساعدينا! نور ساعدينا! عادل شو صار؟ اللي شو صار معه لأزان؟ أزان! أزان! شو صاير معك أزان؟ أزان! فتح عيونك أزان! انتي لا تاكلي همشي، اهدي شوي، هلأ مناخده على المستشفى. معناتها أنا رايحة أطلب الإسعاف فوراً. لا نور، ما في معنى وقت، كأنه ما عم يتنفس أبداً، لازم ناخده على أقرب مستشفى منشان نلحقه. يلا شايرة امشي. بس الدكاترة بمشفى المدينة كلهم منعرفهم، هونيك بيديروا بالهم منيح على أزان. نور، مستشفى المدينة بعيدة كتير، خلينا نعمل مثل ما قال عادل. شو القصة نور؟ عادل، بصراحة ما حبيت لهالمشفى، برأيي الأحسن إنه ناخده على مشفى المدينة. انت جنيتي؟ هلأ أهم شيء إنه ننقذ حياته لأزان، بعدين يمكن نطول بزحمة الطريق، بركي صار له شيء. ما رح يصير شيء على أزان، عم تفهم؟ طيب يلا. دكتور؟ خير؟ دكتور ميهرة أنت هون؟ عادل شو عم تعمل هون؟ أنت أمتى رجعت؟ هلأ مو وقتها دكتور، رفيقي لازمه علاج فورا، شوف لنا وضعه لو سمحت. يلا يلا، على شو عم تطلعوا؟ خذوا المريض على غرفة الكشف. ليش بقى قلي؟ لسه ما فحصته لأزان ولا عرفت شو فيه. الفحوصات بتنعمل بغرفة الكشف، لا تاكلها. Thank you.
بوعدكم رح يصير منيح، أنا بعرفه للدكتور كتير شاطر. نور فيكي تروحي تجيبي لشايرة كاسة مي؟ رجاء. يا الله خلص اهدي أزان، بدي اياه يكون منيح. تعالي ارتاحي. نور خليكي مع شايرة هون، أنا شوي وبرجع. دكتور مهرة، هاي الصورة الشعاعية. انتو شو عم تعملوا؟ لسه ما بلشتوا بالعلاج؟ من الواضح انه في حدا حقنه بإبرة فيها مادة مخدرة، شكي بمحله او لا. ايه طيب، انا عطيتك دواء يخليه يغيب عن الوعي، انت ليش ما عطيته اياه؟ شو بعمل أو شو ما بعمل؟ مو أنت اللي بتعطيني أوامر، أنا اللي بقلك شو تعمل. عم تفهم؟ مثل ما بدك، أنت تفعلي وأنت قرر. ولازم تكون حريص إنه ما يموت، لأنه إذا مات ونحن لساتنا بأول اللعبة تبعنا بصراحة ما رح ننبسط كتير فيها.